شنو هي التحديات، شنو المواضيع، شنو اللي ماشي، شنو اللي مش ماشي، شكون اللي بون ريفيرونس، شكون اللي موفيز ريفيرونس. لازم يكون يخدم على يسمى كتيب لوكال. باغ اكزومبل معلش اسكو ثم سيد باهي في قروان يكون ريفيرونس مثلا دي بوان في تكنيك ولا دي بوان في انفورماسيون. الناس تسال سؤال يعني واش السيد بن مو تبع جيزيد يعملوا في جمعتين ياخذوا الفلوس بعد لا 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 اللي هما عباد يسك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 س
بس كتما ولا فما برشا عنا في السيبر تاع فما برشا في السوسيتي ولا صوتك من دروه من نفتكم عليه على المطار مرة معايا نجيب السيني مش يعود على الطول ولا حتى على كل راس التقليل مش يحكي للعبيد فاش بديهم يقف اللي يسيه كذا كذا هو القصير هو اللانسة للبروجي والفكس تروان تتعفوه اي نعرف وبعض البلدية سبقوا له البروجي بون سي ترو دي هو نعرف البروجي فيكس كي لوان شكون يعرفه فيكس كيلوان ممول ديجا هو بالفان وخدموا عليه اسوسياسيون اون كولابوراسيون مع البلديه دونك البلديه عندها حق لا لا بروميير فيرسيون مدام ديما على الاخر نعرف وغير البلديه هما بلوتو هما اللي كتبوا باش يوليو مع البلديه مي من بعديك السيت ما كانش فونكسيونيل بالكدا على خاطر وما خدموش زاد على بروموسيون للسيت او يجي يحكي لك استناني ومنهم فيهم نفس الكليك هذاك من نفس بون من اسوسياسيون صديقه وكل شيء عملوا الفكره طوروها وليت سيت ويب اقترحوه على البلديه والبلديه قبلت معناها باش تخدم الحكايه معناها انه سرقوا الفكره سيت غودي هذا اللي قصدت معناها لا خدمة. أهم شيء تخلو في التجراسيون من الأول.
في اي انيسياتيف ولا في اي حاجه معنا اللي كان باش تعمل كرياسيون جديده ولا حتى كولتور جديده معنا سيدي ما باش يصير ما في الاخر وصلنا ولكن علاش احنا اليوم بعض فما حاجه باهيه برشا فما النفس الجون ولا الديناميك وفما برشا بوزيتيفيتي وكل شيء فما الناس اللي عندها الاكسبيريونس واللي بتاتر هكا تشوف ابعد وكل بحكم الاكسبيريونس نتاعها كي تلموا مع بعض في الكلوب معناها راهو لازمهم يعطيو حاجه مزيانه. اليوم هذه اول تجربه انا جي با بوكو ابويي بالعاني حبيت نشوف شنو باش نعملوا في الاورجانيزاسيون وكل شيء شنو باش تعطي ما نتصورش وصلنا لنتيجه خايبه بالعكس فما ناس محليهم جايو يحبوا يعرفوا كل المره الجايه لازم كيما قال كريم كل شيء يكون ديجيتاليزي نخدموا بار اوبجيكتيف عطاكم ديجا ثنيه معناها نقعدوا نحكيوا شنو اللي باش نخدموا عليه بالضبط نختاروا لي دات كل شيء فوالا نعرف تعصفت عليك ما لازم نقولهم الكلام تاعك كل ورقه هذيك ما تعرفش لا حسيتها صاي ما خليتلكش على شنو تنظر شربت انا بس ديجا بوزابي الكرون شونس اللي اليوم عندهم هيفا والجو ماركت والدوكمنت سبيس لو برومي سيركل اوف كومبليس تمام مش سير ان برومي تو ابو بور لو مومون اي كل مومون سي لو برومي هو سبيس قعدنا فتره كبيره احنا وحدنا بعد كي جيت سايبر بارك بدعم من جيزي صباحي اندون جيزي بس مش بروجيرا سما واحد اي نعم ما انت تي سما سما بافوس سيفورم بعد الوقت ايوه حلت اون اوتر انيسياتيف بريفي وقتها احنا لهنايا نحضروا في اللونسمون فما شكون حل في البلاد العربي ولا يتخدم سيت اسمه ولا يتخدم نعشت في السوسيتي سيفيل مي مالوغوزمون الموديل ما عرفش يختار الموديل ايكونوميك نتاعو دونك ميم با كمل الظهر اللي كان اشهر ولا حاجه وسكر الموديل ايكونوميك تي كي تحل كي الناس الكل يشوفوا لي زيفينمون مش في بالهم هيك سيغنيفيكاسيون نتاعهم ولا تخادوكسيون نتاعهم ولا غير فلوس لي كووركينغ سبيس هما موجودين هما سي اون ايدي سوسيو دونك ايكونوميك تبدو جد باش تنشط حاجة معينة باش يخدم على أوبجيكتيف معين مثلا احنا لهنا في جو كوميونيتي اللي هو يتبع جو ماركت اللي هي لا سوسيتي دونك مير جو كوميونيتي اختار انه يخدم على شونجمون دي مونتاليتي وجيب الذمة للجرابة والناس قالوا كيف جايين للجرابة اجرام ما نعرفش شنو قلنا احنا جايين لهنا بالذمة باش نبدلوا العقلية وجينا لنا وقتها كانت هذه البلاصه ما يدخل لها حتى حد ثلاثة كعبيط ظاهر اللي موجودين في النهج معناها نساجة ولا معناها زوز يبيعوا في الاحتزانات بعديك الناس كل ولات تحب تجي صار ريستورون بجنبنا او فدونا قاعدين يحضروا في شورتس وكل شيء دونك بور شانجي لو موند ما نقعدوش في كاتفين ميدينا لازمنا ناخذوا الانيسياتيف باش نبدلوه الموند هذايا وذيا علاش فما ديك المره هذه لا لا صباح تاع الصباح وبعد قامت مرتي بعد شي خاطر عندها الدار دونك قامت ما خبر الدار مرتي قامت الدار قامت بنتي ما عرفتش هو اللي جاب الاخر خرجت ولا عرفتي عندي كلمه شعرت من الميزي باش ماشي وكبطلت العقل وجي هكا على الاخر ايوه اعطينا شويه حاجه بوزيتيف ولا ما دام ديجا نهار نهار حتى هيك المره نتاعها نتاعها راحت مروه راحت مروه انا نخدم على طول ما عنديش مشكل وكذا كل كيف بدو في مدخل تحطوه في كلوب اذا كان الشمس خلاص غسى فوق وبالكونتوما اذا كان الشمس صارت فرص احنا اللي عملنا عملناه مش عملناه عملنا حتى شيء طيب بس كمان طبعا مش سيت انيسياسيون انيسياسيون حاجه راهو راهو بعد شو وحدكم ديجا شكون فيكم اللي عمل الريسيرش نتاع البوت ديجيتال في الكرويات راه شكون؟ احمد عمل لي كوم دي بوات اوتو ويت ويت اسكو بارابور للتارت اللي تسوي تاع الكرويات شو حاجه؟ سي ديجا ما جا منهم حد اللي فيهم معناتها برشا ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون هناك
ما يجيش شيء. أي، يلفو دير أول سوسيتي دو سيرفيس ماركتينغ تخلقت في قروي. Heureusement pour moi, heureusement pour eux, malheureusement pour Kerouan, تخلقت دو ماركت en 2015. معناها ماخرين ديجا احنا ديجا ماخرين، أنا ما عنديش حتى كونكيرون كي مشيت، مش حاجة باهية راه. صحيح يبدا ما عندكش كونكيرون راهي ماهياش حاجة باهية. هما اليوم. لازم يتعرف سامحني قال لازم تعرف خارج قروين أكثر من تعرف في قروين. لا لا فهمت. الكليون خارج قروين أكثر من اللي في قروين. وصلي في وصلي في ليجاجونس تمسك الأبيل خدمة طايرة على خمسة اسمها بروسبكسيون. أنت أحمد أحمد ولا إيش تعمل؟ إيش تعمل؟ إيش تخدم أنت مثلا بيع الزرابي؟ السلام عليك كذا تقول كل الناس تويب. خمسة خمسة تويب نعمل له ريزو سوسيو خمسة سوسيو نعمل له شوتين فوتو. شو تنقطو نعمل بيع الكونسير نعوالو لكفوتو نعم تدكو لكي تدكو كل شيء بيش هم بصعم بيه بيش هم بيه كونبوا يدركا بيش نشي بيه بيع الكلاخ ديما اسمع اللي يحب يبيع بيخ تدكو اخوة رحورة انا كنش جيت هنا خليني نشغلت في الكروية نزيخل نعمل شركة اما يلزم توصل لي بيش تعمل كل شيء بيه لكن انتي بيش تعمل بزنس يعني تكون انت متخيز البزنس 100% والا عندك بارتنير متخيز البزنس 100% ولا ثاني طبعا انا مثلا بغيت نخدم حاجه انا نشوف فوتوغراف وفيديوغراف ونصور نهار باش نصور شي زين كيو ما صورش بروحي نعطي نجيب ايكيب تصور جو سوي سور ان نركز على الخدمه نتاعهم وراهم ونركز مع الكليون ونعرف مليح اليوم الخدمة خاطر مليح وكان التصوير الخدمة تاعهم ديما خير وركز على البروسبكسيون كو ركز على حاجتين وضيع الزوز. فهمت ولا لا؟ مش مانيش برو في الفيديو مانيش برو في الفوتو على الأقل نفهم ماتريال شو ماتريال تنزل شو تنزلوش أنت كيف كيف؟ إذا كان باغ إكزومبل أنت تو سي با ما تعرفش تعمل سيت ما تعرفش تعمل سيت ويب وما تعرفش أنت تبرو ورد بريس وجولة بلاكين حتى كي تجيب شكون فك دو ما تعرف ايش تقول عندنا جاوا عندنا تيشيرت انتربريز كما صور تاع السير والمهم مثلا تيشيرت انتربريز تاع السير قلت لي انا خاطر جو لو بيزي نحب نعرف كاسكي شو شعر بالضبط حتى البروفيل اللي لوج عليه واللي اسهل له اسهل له يفهم طبعا بيت جاي طبعا بيت طفله جات عندنا شركه قلت لها مش مهم هي السي ام الشركه بتاعها كي جيت لها صور تاعها دخلت بعد زوز كيف يوم أكل قوام زي ما هو مسيو صعب على الأقل كل شيء. لو كنتم اليوم عندكم بدو شابو شابو تاع ديجيتال نو بروفيت دي مكاكل تو تعلموا ودو في تواصل معاك تواصل معاك المارشي تفهموا تفهموا البزوات على المارشي اش خطر اش كل تكم عاش كل البزوات اسمهم من الأجانس هو فما أكثر راهو أما فما اللي يخدموا فيوز en fait le marché la hnaya في الغالب تلقى فيه الناس ماهمش من الدومين وبالطبيعة نصايح ماهمش باش يكونوا فركتيو سور تيران بالنسبة لي زونتربرونور فركتيو جوست في جيب اللي باع الانفورماسيون دونك موجود برشا نعرف ديجا انا معناها شكون حتى في الجهات اما القوة وين هو كان احنا نلموا الناس الكل في الكلوب حتى على الاقل هما كيخدموا مع ناس يوليو يعطيهم معلومة باهية يعطيهم كاليتي دو سيرفيس باهية فهذيك ترتقي بالمجموعة الكل معناها زعما عندهم هما السول دو بارتاج هذاك علاش احنا نعيطولهم كيك تخدم على العقلية كي هما يبداو مثلا 100 شخص وانت تجيب منهم 5 كعبات والخمسة كعبات هذوكم يلفون انفلونسي 5 كعبات اخرين او كل واحد هكاكا باش تبدل انت في البلاصه اللي انت فيها حتى اقوى ارغومون دو فونت بوينت ليون اقوى ارغومون دو فونت سي الكونكورونس انا باغ اكزومبل نشوف زوزوت لك احنا بعضنا كثير عنده سيت ويب خايب مميز مفهوم لكن ما عندوش مش داخل ما عندوش كله مش عندوش سيت ويب من الاخر كله انت نمبر 1 فهموا اللي هو اللي كان يقول لهم والله لو غا بلس كليون لو غا بلس اسمه قطع خيط الاخير قلت له مبير ولا سكبت بيقول والاخر على السكبت يقول انت تو ديجا فيك وتفكر تجي تكمل فوتو على الاخر بعد تكتب عليك اقوى ارجومون دو فون في العالم هو الكونكيرونس ولا لازم لازم انا تكون فرد راهو تنجم حتى من تو تخيل تكون تو تبيعوا سيرفيس تقول لك با على كونديسيون انت عندك
العباد اللي عارفين كيف كمل الفيديو كان صاروا في الفيديو أنا طبعا عن الصولير لكن جيبهم هاد خمسة فرصات كان الجطة طايرة على قلبي كي نعمل جيت خمسة صولير لا تكون أخر ما كوش أنا طبعا على كل شيء واحد اللي عندكم توا زوجي عندكم الإرادة عندكم الوقت عندكم التحديات عندكم اللوكال عندكم اللوكال عندكم اللوكال عندكم اللوكال اللي هو أهم حاجة أهم حاجة أسرع حاجة في الدنيا في العالم اللوكال فهمتوا ليه عندكم الليدرشيب عندكم البارتنير عندكم دونك أنتم توا تخيلوا اللي عندكم توا أحلى عملية بروم وسيس ورك شوب درباس بعد نزلنا نزلنا كيتو خلينا في الباص ولا هي خم أول حاجة تعرفها إذا كنت تحس روحك أنتم اليوم بوزيت باغي وشانجمون كنت تعرف قبل كله على ديجيتال كله مش راح بالزبدة لا يصلح حتى شيء أنا اليوم إنسان جديد أنا إنسان مكبري كثير تيران في تويتر باش نكون كثير ديما في الباص طبعا في العباد وطبعا كيما في الحكاية اللي صرا على سلاك فيسبوك الحكاية كل إنسان كل جويلي غوسكلي فيسبوك وفا تكون سي بو لي زامي بو لا فامي ونبدا ونتبع 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 ونحب أنا نحب نعمل كذي نحب نكون دي سي رونتريك حاضر يكون روبوست روبوست بسكلي حاضر 100% الكلوب كله راح يزوز واضح ولا لكن أنت من داخل بخش حاضر أنا تجاه عمل شغل عبيد أنا مش تدخل معنا في الكلوب بعد خبر أطلع بعطيها مليان عاد سكورز حصل إهانة مثلاً صح؟ ليه أنت عبيد ما عبيد حازم في فيسبوك ولا حس إهانة ديجا الانكدوت اللي صارت من الاول انه احمد وقتها في صحابي لبنان وكل خلاهم مستانسين بالفيسبوك واحنا قلنا لي لازم يتبدلوا العاديات هذوما ويبقى لهم بروفيسيونيل اكثر شكون اش عمل كريم؟ حاضر انا غشش ربطها غشش اي ما حكايه الميسنجر محينا أغلبية الناس خطرها تستعمل في الفيسبوك اي ما يعنيش أنها هي أسليحة بس هي حقا إذا ما بدلهم عادية بس أصبح حطوكم حازة مرة بسكر بيرد مكينا بارد كون فيسبوك بس تعملوش بس تعملوش يا عبيد افهموا افهموا تولي احنا انا صار في فيسبوك خطر قبل يجيب وشيخين بباس نبو بكها سنو ما صعملوش خلاها عبد الوانساب انا كده انا هم سبيان قواتي كونتاكت انا مش خير قدرش احنا طول نصرج عليها حتى كاين مصبوب فيها تقول لا خاطر تقول له جي بي تي الكروم فيسبوك في تصاور وكريات لا في تذكر بهم فيسبوك حتى تسوونير تسوونير تستفوتوا تريكات في بلاصه اخرى على فيسبوك تبيع هو فاميلي بي تي كريم بي تي قلت عليهم اما تجي زاد بزنس اناليست هي توا هذيك لساك كل ما ودي دوم دوم ما فيش طالب انت بس ريست مقيدة على الدروس على الاي تي خاطر لي زانفورماسيون انا حتى نوصل هنا بعد باهي مال احنا بس معايا اللي دير تاع الكلوب اللي هيك ولا لا سخبين ولا ورد ولا يبيع ولا شيء ولا يزوز طيب مش دخلك حسين كل شوية يجمعك يا صايمين كريم عندي يا مالك بعثنا لك الجديد على الجديد ما نفقدنا زي الجديد اي على انا اقرا شو اقرا شو فيه ليه يا فيتا يعني شلون من اول ما عملت شفت حكينا على Don't go to the hospital.
عندكمش اي سؤال على الكلوب اي حاجه لا مسكين تحمل برشا طلاب على الاخر وقال لك مش تفهم في برشا مرات وهذه الصحه غفوة في العالم وتعمل صليتها طريق اليوم في السماء الكديم أبيت من قطيف في كلها هاتش عام كانت كنسي هاتش شيت كانت سبت صحيح وكي هذه الكليوم راهو انديباندون أبوليتيك نو بروفيت وراهو معناها هذا كل اللي عنده معناها إخوة هكوالي إخوة على الكونسيب إخوة بوزوغي أبار سا أبار السبورت الأحلى أكون سبورت على كل أخرين في بنزرت في الاسدي في الاسدي في سوسا في نابل بارتو تو تاميزو باش نسيب بارتناريا مع تاعكم في لي كلوب لي جاكوين او لي ديجا دي سيمينير دي سيمينير دونك انا عندي سؤال ليك باذن الله احنا معناها بارتناريا دونك حكيت لك مفيد على الستاتيو نتاعك اسكو انت ولا مش لوجه المجموعه كيما لا احنا اللي صار شغل البيرو كل البيرو كل على سمسي تحاول مش تحاول ديام كان كل قبل سمسي ماركة امريكي اللي قد خمسة وخمسة من البيرو تقعد تقاوه في اكتب سيسة وقتها وديام كان تنسي قد ينعم في سمسي شوية شوية تو ناس لسمسي اول سمسي ديك انا لا فهم لازم نخدمه بال مع ديم كاسي تان كلوب تبع سي ان اس ام سي انا طنطا بون تحبوا تدخلوا معانا ساعه ولا نفس لا هذا في ساعه فما شروط ساعه مش اوكي كان سايب لازم حاجه عندكم فورمولير باش تعمل عمل دونك اونلاين ولا اونلاين اول حاجه لازم فما كومونيكاسيون بوست جروب كومونيكاسيون مع الواتساب كي بدنا نحكي كي كريم يحكي حاجه ولا محمد ربيع علينا ما نبينا الناس كلها تفاعل حاجه ما عجبتكش قول ما عجبتكش حاجه عجبتني قول عجبتني على فكره مره بعثت مساج على الواتساب وحده قال لي اون جروب اون جروب كومونيكاسيون نحكي لها مع الكومونيكاسيون كريم بالحق يمكسون من باش تصور مع واحد مثلا يبدا عالم في الايفينمون نبدا نحكي انا شو باش نعمل وما جاوبني حتى حد مش بيه وبعدي كي نهار الايفينمون واحد يقول لي شبيك ما شاورتنيش شبيك ما حكيتليش هكا لازم كي نهبط ميساج في الجروب نبدا نحكيو على الايفينمون ولا نحكيو على حاجه لازم الناس كل تجاوب مثلا انت كريم مثلا قال حاجه ما عجبتنيش قول ما عجبتنيش قول له يا كريم ماك غلط في الحكايه هذه وفسر له علاش بالحق لازم معنا مش خاطر احنا لازم تقريبا عندنا الميم ليفو هو كريم يعني اكسبير يعني احنا ما يسالش اذا كان مره فوتوني فوتوني عندي حكيت النيفوره حكيت برك هي جست مور هذا برك هذا برضو هي الدوات دي الحكايه هذيك هكا هو تخبر عليها الحكايه هذيك تحطها غلبت على الاخر تتبعها وتصب على الباز بتاعها بيقول أنا معناها دون كريم إكسبير في الشيء دون كي يحكي حاجة ما ذا فينا زدنا نناقشوا كريم كذا وكريم كذا فهمتني كل مين ما نحكيوش لا ولا مانيش معناها مانيش إكسبير إحنا ما نحكيوش نناقشوا عاد شوي أنا ما مانيش إكسبير ونناقش في الأمور هذه الحاجة الوحيدة اللي قالها سيدي جا كريم بكري كانوا لو أي واحد مش يدخل الدورة ذي ما مكاني هم تيوم أنا مش يتعلم أنا مش يتعلم سي كريم مش يتعلم مني أنا مش يتعلم هو وما دام ما درس أنا مش يتعلم مني كيف دونك الناس الكل مش تعاملوا مع بعضنا الناس الكل مش نتعاملوا مع بعضنا الناس الكل مش نعاملوا بعضنا في كل شيء خاطر الناس الكل نحبوا نقفزوا
بين قوسين نعلي ومن بلادنا نضربوا تاع بلادنا الكل دونك نحبوا نطوروا من بلادنا في كل شيء نبداوها من رواحنا من ديجيتال ماركتينغ باش نعلو في برشا حاجات اخرين سامحوني نتعلم شويه خاطر راك حلو في المال الكل دونك ما يصيرش انا جاك نكلم بالنسبه لل مشوي مفروض بالنسبه للسيب نتاعك السيب نتاعك هما لي ستوديون لي زونتربرونور لي شيرشور دومبلوار ولا بيت تعمل كونفونسيون بروفيسيونيل هذا الامور يعني تخدم عليهم شروط يعني تكون موجود في الكلوب العمر عشان كان موافق معهم موافقين احسن لها ب 18 40 التصويت الهرمي السياسه ممنوع التدخين فهمتني لازم هكا شويه جبت لي اسم ساعتين مع بعض لازم يكون حباب في السكر تو تعداو البان حسيت سامحوني انا بكرهم فيكم شكرا